والسلام عليكم ورحمة الله. الحين نرجع لكم بحلقة جديدة. الحلقة هاي عن شيء من المواصلات، ونمسك بشوف كم يكفي الوقت وبنسوي شيء حق المواصلات. أول شيء ببدأ فيه القوارب. القوارب شيء شوي يخدع الواحد، وأنا خدعني وايد موضوع القوارب، أنواع القوارب. شوفوا، نحن عندنا أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، ما طالعهم عقب، رابع واحد، خامس واحد، سادس واحد، وعندنا الطريق مالهم. شو هاي اللي يسوون؟ أول واحد ما عنده وايد مشاكل، خلي ما عليكم برايه. هذا هاربر، هذا مينا عادي، هذا شو يسوي؟ خلنا نوصله في شارع. صبر خلنا نوصله في شارع. اوكي، خلهم يشتغلون. اقول لكم خل تستوي زحمه بعد. وهو المفروض اجيب شارع عود من هني واحطيهم كلهم للشارع اساس ما تستوي زحمه. كونكت فيري لانس تو بسز. اوكي، شوف كهرباء يبون، نوصل لكم كهرباء ولا تزعلون. تبون ماي؟ نوصل لكم ماي. خلنا نشوفهم يشتغلون ونحن نلعب. هذا هاربر، هذا يجيب ناس من برا على المدينة. ممكن يجيب سلاح السياح، ممكن ناس المدينة نفسها تسافر، واحد يبي يطلع اجازة، واحد يبي يرجع، واحد يبي يسوي اللي يسوي. المهم انه يبي يوصل للمدينة او يطلع من المدينة عن طريق منو؟ عن طريق الهاربر، المينا. المينا طريقة حلوة عشان نطلع من موضوع الهايوي، يعني نبغى نتخلص من الشارع العام، لأن الشارع العام في الوضع الطبيعي يكون عليه زحمة. خلكم من الخريطة، الخريطة يعني يمكن توصلوا لها آخر الجيم، إنه ما يكون عندكم للزحمة. شوفوا الزحمة، شوفوا الزحمة هني. أنا مسوي لنا دوار بعد أساس ما يستوي سيدين، مسوينا سيدين غصب. المهم هذا الهاربر بيجيب لي ناس. طيب اسمي تلوث، اسمه وصل لين هني. الثاني هذا حلو، هذا الكارغو هاربر، هذا يغنيكم عن الشاحنات. تحيدون تكلم عن الشاحنات، يعني هذا اللي كان الافضل مكان، لو احطيه مكان هني ووصله دايركت في الصناعية، منطقة الصناعية الاندستريال، بيودي على طول حقهم سامان. تحتاجون مثلا اي شيء يحتاج المدينة، نحن تكلمنا قبل. شوفوا يا بناس هذا كم واحد عليه، 25 نفر ياب، ياب 25 واحد. الشارع لكم عليه نص نص، بيبدون يشتغلون شوي شوي هم. هذا بيوفر عليكم تعب ان الناس تتي من الهايوي، بدل الهايوي شوفوها ناس مجموعة جايين سارين المدينة من هالصوب، يعني الزحمة ما استوت باتجاه واحد، الزحمة استوت في اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن ذاك الاتجاه، يعني المدينة بترتص من داخل. خلاص برايها بعد ما في شوارع اوسع وغير، ممكن اشتغل على التصميم ما تعب. وعندكم هذا اللي بعده دام انه وصل، خلنا نشوفه. طلعوا شاحنات ممكن، تو وصل ترى بس ما طلع شاحنات. هاي وصل شاحنات حق الصناعية، شو ما يحتاجون يطلع لهم من هني شاحنات، يطلع لهم مواد، يطلع لهم كل شاحنات صغيرة قاعد تطلع. ما بشتري قطع جديد الحين لو سمحتوا. فهذا الحين مثلا نزل، هاي منزل بضاعة هني، الشاحنات تأتي من هالطريق. بس تو لهالسبب انا اقول لكم هاي نزل كله بضاعة كارغو شاحنات. شاحنات دائما افضل نوصلها للمنطقة الصناعية، وشغالين على الحال طبعا ما راح يوقفون. وعندكم اللي بعده اللي هو فيري دبت. فيري دبت هو يطرش اللي المرحلات هاي حق السياح، بس يبالهن توصيلات. هذا فيري ستوب مثلا، اذا نبى هذا وصل في مفروض مر موصل في، ليش خلنا نحط فيري ثاني، فيري ستوب ثاني وصل هذا في هذا كانت فايند باث. انا عندي هالمشكلة على فكرة مش اول مرة. شوفوا نسوي لهم ووصلهم
مثلا في بعض. اوكي دائما عندي هالمشكلة، واحد ما يسوي طريق مشكلة. مرة ما وصل فيه وهني الفيري هذا شو يسوي؟ انتوا تطلعون قارب مثلا، القارب هذا يشيل ناس يوديه من منطقة ألف لمنطقة باء، هذا يطلع القوارب. يعني إذا أنا عندي مدينة في هالاتجاه مثلا، هاي المدينة كانت بانينها هني، أحط فيري ستوب هني وأحط فيري ستوب حق وين؟ حق المدينة الثانية اللي مثلا هي هني، فيري ستوب ثاني هني. بالطريقة هاي بدل الزحمة ما تستوي في الشارع، وين راح تستوي الزحمة؟ راح تستوي الزحمة في البحر. راح نطلع يعني واحد ما يقدر يحطي بيب ماي، هذا هو، وكهرباء. زين بدل ما الزحمة تستوي على الشارع، الزحمة راح تستوي في البحر. وهذا الميناء مالهم، هذا يطلع لنا الشاحنات اللي ولا الشاحنات، لا الشاحنات حق ربعنا يعني، مش حق هذا، يطلع لنا القوارب اللي نحتاجهم. وعندكم الفيري بير، هذا يقدر يشيل اثنين، يعني ما يشيل واحد، يشيل اثنين فيريز بدل ما يشيل واحد اكبر شوي. انتو لازم تجربون تمسكونه، اوكي، وتجربون عليه. يعني مثلا هذا مكس، هذا في موقف بساط مثلا، اذا نبي بهني حطي هذا هني. لحظة انا لازم اوصلهم، لحظة مثلا هني وهني، ها بيلف حول عمره ما عليه، بس انتم تفهمون وجهة النظر هاي. ما عندكم الباص اوصله في ما اعرف وات ايفر، بخليه ينزل ركاب هني وارده هني. يعني هذا دبل، هذا يشل فيري، يشل اثنين في نفس الوقت. يعني بدل هذا بس قوارب ينزل الناس من شارع لشارع، هذا لا، هذا بينزل الناس من هاي المكان لهذا المكان، بالاضافة انه راح يطلع باص يوصلهم. اقدر ابني شيء نفس هذا هني، لحظة ناس بتي ما اعرف الناس بتي، شو نشوف. اخاف الشرح ما يكون اوكي بصراحة، انا احس ان شرح الحلقة لكم علي، بحد اشرح لكم. هي ترى هم شغلتين، نقطة ونقطة وقوف. يعني هذا اول شيء، هذا بيب ناس الهاربر، بيب ناس بيدخلهم المدينة وخلاص، كارجو بتجيب شحنات وبتروح. تبدأ في الفيري هذا يطلع لك قوارب النقل، انا سعيدة، وهذا الاماكن اللي توقف فيه القوارب النقل، تسوي بينهم ممرات، نفس ما بنسوي المترو عقب بتشوفون، نسوي ممر بعدين نسوي وقفات. فلازم يكون في ممر بحري، نحن بالطريقة هاي نخلق ممر شو بحري. وعندكم الفيري بير هذا يشيل اثنين، وهذا نفس الشيء يوقف مكان لمكان وتشلون الناس، وبكل بساطة يحولهم مكان لمكان. شوفوا الحين في ناس جاية، شلهم الباص يروح، في ناس جاية يشلهم الباص يروح، بس كلهم متناحسين على بقعة واحدة. ليش؟ لحظة وين الباص؟ هذا مش باص، اها كل باص يوقف مكان. يعني تبون بنحط هذا يوقف هني، وهذا الباص، ما شاء الله وايد وايد نقاط ومحطي، مش نقطة ولا نقطتين، يوقف في نفس المكان ويوصل مكان ثاني. شوفوا كم نقطة نروم نحطي، بس هذا نوصله في هالمكان مثلا ونسير لوسط المدينة. انا حطي بطريقة الناس تقدر تنقل مكان لمكان وانتو سايرين. نروم نحطي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لان 10 باصات والله في ناس في زحمة عليها. شوف في ناس اللي هني تاخذ الباص، الناس اللي سكنت هني قام تستعمل الباص، اركب والله مشي رايحين مساكين، ويل بيمشون درب.
بس ما بيمشون درب محترم، بيمشون درب هاي اللي بيروحون مكان لمكان ثاني، كل باص يودي مكان. خلنا نسوي الباص يوقفهم ويشيل ناس أماكن أكثر بدل ما المساكين متبهدلين. والله كسروا خاطري. شو إذا محتاجين شرح على القوارب بشكل أعمق خبروني، ما أعرف أنا الحين لأن أتشاور أسوي مدينة ثانية من المدينة الثانية هذا بيلعوزني ترى بيطلع روحي. اوكي حصل ماي بس ممتاز. اذا محتاجين شرح معمق اكثر ولا عميق اكثر بالنسبة للقوارب انا ممكن اشرح لكم، بسوي لكم مدينتين مفصلتين عن بعض. انا ممكن اسوي لكم 1 2 3 4 مش ممكن اسوي لكم، خلنا نشوف وياكم يلا. انا ما عجبني الشرح الصراحه، انا ما عجبني ابدا 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 ما عجبني. وضع صعب، وضع صعب الشرح جدا صعب. شوارع البيوت مش اوكي ابدا، كل القواعد في اللعبه زيرو حاليا، ما في قاعده اوكي. بس ما عليه تمشي الامور تمشي، بس اهم شيء شو يحصلون، يحصلون ماي وكهرباء وهاي حق التسريع. يعني انا بخبركم الحين بسوي فيري وستوب ثاني، يعني عندنا نحن هناك صح. اوكي هذا القارب وهذا فيري ستوب، بنحط فيري ستوب هني، بنحط فيري اكستنج بس مثلا، لا ما بحط فيري اكس، بحط فيري ستوب بس بيكون واضح بيكون عادي. اول شيء نسوي ممر مائي، نمسك هذا المكان اوكي ونسوي ممر مائي لين هذا المكان حلو، ونمسك الممر المائي هذا، هذا تعطينهم نفس الشارع في الماي يمشون عليه. بعدين نوصل المكانين في بعض، مثلا هذا اوصله في هذا، اوصله في الستوب الثاني، يستوي عندنا حلقة كل مكان وين يوقف. يا الله شو السالفة، جبت العيد انا لحظة. اوكي انا شليت ستوب غلط بعد، يووو يا الشغلة اللي هو هذا، شوفوا من أشر عليه هذا هو أيوة. انزل والستوب الأخير أوكي، والستوب الأخيرة أوكي. نرجع لنقطة التوصيل، هاي يشتغل نفس ما الباص يشتغل، وصل نقطة في ستوب ثاني في الستوب نفسه. انا قاعد اسوي شيء غلط جماعة خبروني. اوكي توصل، لازم شكله نوصله في الفيري نفسه اللي هو لازم نوصله هذا بعد. سوري هذا عشان يطلع له قوارب خبصة. والله ممر مائي يعني صراحة تعبان، انا مسوي مش اوكي ابدا ابدا مو اوكي، لازم يباله تضبيط. اذا انتم بتسوونه، لان انا قاعد اسويه على السريع، اذا انتم بتسوونه لازم يكون افضل، لكن نحن لاغراض الشرح ما عليه اظن يشفع لنا. فالحين القوارب هاي ولا الوقفات هاي بتوقف الناس بتعقم في المدينة هاي، والعكس صحيح، بدل ما يستخدمون الشوارع العامة ممكن يستعملون هالشوارع، لان الناس محتاجة تتنقل والشوارع تعبانة اصلا صراحة، يعني اصلا تعبانة. سأسوي لهم شارع مرة واحدة. فهذا المبدا الاساسي من الفيري. فاذا انتم عندكم رضا على الحلقه هاي قولوا راضين، اذا تبون شرح زياده ممكن نشرح زياده. وهذا من اسعاف مسكين يعني من اخر الدنيا يغطي المكان، فان
نشوفكم فيما بعد إن شاء الله.